هلو، ازيكم يا بنات؟ يا رب تبقوا كويسين. سو توداي عايز اكلمكم على حاجه مهمه قوي. لما كنت بعمل الهير روتينز كان في بنات كتير قوي بيسالوني على الحاجات اللي ممكن توقف تساقط الشعر، وانا نفسي عندي المشكله دي. جربت حاجات كتير، في حاجات جابت معايا نتيجه، وفي حاجات بعد مده حسيت انها يعني ما كانتش مناسبه لشعري، يا اما غيرت نوع الشعرايه، يا اما خلت شعري بيزيت، يا اما وقفت بنسبه بسيطه، بس يعني ما كنتش satisfied 100% من الريزلتس. بس النهارده عندي حاجه بقالي دلوقتي تقريبا شهر بجربها، و I really love it عشان الريزلتس are amazing. So عايزه اكلمكم الاول على تارا. هي mainly a Spanish brand، في عندهم شامبو وعندهم كونديشنر وعندهم البوست شامبو تريتمنت اللي هو ده. اوكي، اول حاجه لفتت انتباهي في البراند دي انه الشامبو والحاجات دي كلها معموله من الاونيون اللي هو البصل. البصل يعني البصل مثلا والثوم معروفين ان هم بيساعدوا انه الشعر يطلع اكتر، انه ما يبقاش في تساقط شعر، بيعملوا موتيفيشن، لو حتى كان في تساقط شعر بيعملوا موتيفيشن انه الشعر يطلع اكتر. فمن الحاجات اللي انا كانت عجباني انه يعني معروف انه البصل من الحاجات اللي بتساعد في علاج تساقط الشعر. بس في نفس الوقت لما جيت بشم البرودكت I loved the smell. That's why I picked this to be in my boutique at boutique. لما استخدمته بجد حسيت بريزولت، وحابة ان انا بجد اشارك ده مع كل البنات اللي عندهم المشكلة دي علشان خاطر it is really working. This is amazing. This is really my favorite لغاية دلوقتي. يعني اكتر product حسيت ان هو بجد بيجيب نتيجة. It's not commercial. It's not about like just having a brand. لا، this is amazing. كمان عايز اقول لكم حاجة على البوست شامبو تريتمنت ده. by the way ده بيتحط على السكالب. اوكي، والحلو فيه بقى ان هو it's watery، يعني السكالب بتabsorb البرودكت وما بتزيدش الشعر. يعني عادي ممكن تعملي شعرك وتنزلي، ممكن تسيبي شعرك زي ما انت عايزة، مش هتحس انه فيه زيت على شعرك، which is so good. فبنات these are highly recommended بجد، انتوا هتدعولي على دول. I hope you will enjoy them و I hope انهم يحلوكوا كل المشاكل بتاعتكم. طيب تاني حاجة I want to share with you يا بنات هي my favorite hair mists. الهير ميست هو perfume بتاع الشعر. طبعا already قلت لكم على الشامبو doesn't smell bad، بالعكس ريحته حلوة، بس الشامبو بتبقى ريحته يعني مش very strong انك انت تبقي مثلا ماشية والناس تشم ريحة شعرك، يعني not to this extent يعني. بس عايز النهاردة I really want to share with you my favorite hair mist للشعر. مثلا في number one، اكيد I don't know if you know this but اللي ما يعرفوش this is Balmain hair mist. ريحة الهيرمس ده it's really nice. I like it. بحب about this one is that when I use it and then I use a perfume ما بحسش انه السمال المix of the two smells بيضايقني، بحس انه it matches all my perfumes, my favorite perfumes. So this is one of my favorites. The second favorite one is the fragrant memories. اوكي، في عندهم واحده هير ميست اسمه بلاك باودر. This is amazing. يعني الهير ميست ده بحس انه هو it's very strong الصراحه، وفي نفس الوقت انا عندي a lot of powdery perfumes. في عندي واحده من الفيفوريت perfumes انا بحبها من لورينزو. This يعني الميكس توجذر از ريلي نايس. يعني مستحيل احط دي على شعري والناس ما تسالنيش هو ايه البرفيوم، الناس بتفتكر ان انا حاطه برفيوم، بس هو بيبقى نورمالي حاطه برفيوم من الهير ميست. سو ذس از سو ليت. ذا ثيرد وان، بصوا هنتفق على حاجه، انا هوريكم ثلاثه بس من الهير ميست النهارده، ليتر اون هوريكم الثانيه عشان بصراحه هم اكتر. سو ذا ثيرد وان، بصوا هوريكم الباكجين فيرست بس انا فاتحاها، بس ام كيبينج ذا باكجين بيكوز اتس ريلي نايس. ده من قصه رايت، اي ثينك اتس اكويري براند، اي دونت نو اكزاكتلي اف اتس اكويري اور نوت، بس اي ريلي لاف ذس. I love the packaging. It's so luxurious كده. وبعيدا عن الباكجينج بجد it smells so good. I have so many مش بس دي كذا fragrance. But this is one of my favorites. So I want to share it with you because I know إن في بنات كتير قوي اللي لا
هير ميست هيعجبهم قوي. يعني it's a fragrance that it's common ما بين البنات, انه هو من اكتر الحاجات اللي ممكن يحبوها. So this one it's really nice, it smells like so girly, romantic, flowery, it's really nice. And yeah, so النهارده وريت سكو 3. So next Friday I'm gonna reveal for you more of my favorite products. Have a good day, girls.